السلام عليكم. باغي نتنظموا مهرجان الموازين؟ مرحبا. ما قلنا حتى شي كلمة عيب. باغي نتنظموا كأس العالم؟ مرحبا. ما قلنا حتى شي كلمة عيب. حنا ماشي ضد هادشي، ولكن حنا ضد هادشي. ها علاش؟ هانتو شوف هاد السيد هذا، هذا ولد دربنا، هذا ولد دربنا عباد الله، وديما كيطلب فيا باش نجي عنده. هانتو ما رجليه، رجليه هانتو ما شوفوا كيفاش دايره عباد الله. هاد السيد رجليه خامجة، فيه عنده المرض الخايب. اخويا ورينا كيفاش كطلع، الله يعطيك السر. انا غنقول لكم المعاناة اللي كيعاني الشعب المغربي، هانتوما غادي تشوفوا غتعرفوا علاش الشعب المغربي كيقاطع. شوفوا هاد السيد هذا، هانتوما هاد السيد اللي كتشوفوا فيه الاسم ديالو محمد ولد دربنا، ما مستفد من حتى شي حاجة. هاد السيد اللي كتشوفوه ما مستفد من والو، بالعكس هو المرض ديالو ما كاينش اللي يعاونوا عليه، المرض ديالو ما كاينش اللي يعاونوا على المرض ديالو. مريض بواحد المرض خبيث، وكل شهر وكل شهرين ولا كل عام كيتقطعوا ليه الصبع ديالو، كيخرجوا كتقطع ليه مره، بداو بالصبع رجليه، شويه مشات رجليه كامله، دابا راه مهدد باش يتقطعوا ليه حتى الرجلين ديالو، هذوك اللي كيطلع عليهم اللي ديجا هما مقطعين راه مهدد. شوفوا كيفاش كيطلع عباد الله، كروسه هي الاخره، ما مستفدش منها هذا السيد هذا، ما مستفد من حتى شي حاجه. المشكل هو هاد الحالات، ها علاش غنقاطعوا حنا هاد الموازين، وها علاش غنقاطعوا، وها علاش غنقاطعوا. ها نتوما شوفوا عباد الله الحاله ديال هاد السيد عباد الله اللي كتشف فيه. يا جا جا اسمع، كنتمنى من اي واحد انه يشوف هاد الحاله ما يبخلش عليها اخوتي، لان هاد السيد راه انا حشمت، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله مرارا وتكرارا، هاد السيد كيطلق فيه، ولد دربنا كبرنا معاه، كان بصحته وكان خدام، دابا المشكل اللي عنده مرض السرطان، مرض خبيث. هاد المرض هذا ما عندوش هو الفلوس باش يشري الدواء. المشكل ديال الصبع اللي كيتقطعوا ليه، شوفوا يديه خماجو، هذا غيتقطع، هذا غيتقطع، هذا غيتقطع، هذا تا هو غيتقطع. فين رجل اللي غتقطع محمد؟ هاد رجل وري علينا اخويا، الله يعطيك السر، لان ما بقى ما يتخبى، لان حنا في واحد المجتمع كنطلبوا باش امثال هاد الناس تهلاو فيهم، امثال هاد الناس خاصهم على الاقل يستافدوا من شي حاجه. هاد السيد سولته قال لي ما مستافد من حتى شي حاجه، ما مستافد من والو، ما مستافد من والو. اش خويا، واش الدوله مساهمه معاك بشي مبادره على قبل الحاله ديالك؟ لا خويا ما عندي والو، عندي الله. الكروسه اللي عندك دابا واش عطاها لك شي واحد؟ لا. شنو مستافد انت؟ والو، ما مستافد حتى شي حاجه على الناس اللي كيحاولوني هنا ولا درنا. وشنو المشكل دابا ديال المرض ديالك؟ علاش الصباع كيبقاو يتقطعوا؟ لان الزوجه ديالو عباد الله كتخدم في الديور، الا ما خدماتش ما كتوك ما ياكل لا هو لا 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 الزوجه ديالو. الولد ديالو عنده ديبلوم ديال تريسيان، ما خدامش، كيطالب غير بخدمه. هل المعاناه ديال الشعب، ها الشعب اللي قال لك المسؤولين انهم غادي يخدموا الشعب، ها شكون خاصكم تخدموا؟ خاصكم تخدموا امثال هاد الناس اللي ما عنده لا جنين لا يدين لا فين غيخدم. زائد ان الدار ديال هاد الدار هادي ديال الورثه، مع هاد السيد الدار ما كيكسبهاش. تفضل اخويا محمد، باذن الله حنا هاد الرساله كنوجهوها للمسؤولين الشرفاء، وكنوجهوها للمحسنين باش يتواصلوا مع هاد السيد وباش يوقفوا معاه، لان بلغ البركه، بلغ السير الزبا، ما بقيناش حنا قادرين، وانا ما بقيتش قادر نصور امثال هاد الحالات. عيد انا اقسم بالله تعيد. تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي انا مغربي حامل بطاقة تعريف وطنية مغربية، كنت خدام وعايش، ونهار جاب الله القضاء وقع ليا هاد المرض، مبقيتش خدام، وغالب الله مكاينش اللي يعتقني ولا يرحمني إلا الله سبحانه وتعالى والناس المحسنين هنايا اللي للدرب. أنا عمرت على باركين حيدوه ليا، عطاوه لواحد آخر لاباس عليه وعطاوه لي. وهادشي ما خصوش يكون، ما خصوش يكون، اللي خصو يكون انسان اللي مقطوع ما عندوش، هو اللي خصو يشد هذاك الباكين ويخلص الدولة وياكل شي هو باش يعيش. ما عطاونيش، جيت جريت على الجمعيات باش يعاونوني على الدواء، ما كاينش اللي عطقني حتى باكية هي الاخرى ديال الدواء. مع العلم ان الدواء هو السبب في هاد المشاكل اللي كيطراو ليك دابا في الدين. هو السبب دابا المشكل اخوتي الدواء، الا ما كلاش ها شنو كيطرا ليه؟ هاد السيد الدواء ما عندوش، الدواء ما عندوش. كمل اخويا. انا اللي كنطلب اللي بغى يتعاون مع هاد الانسان في سبيل الله، عطينا الدوسي حتى يموت، حتى يقبض الله الروح. هادشي اللي كنطلب اخوتي، ما نطلب حتى شي حاجه، تعاونوني على هاد المرض باش نحاربوا. هادشي اللي كنطلب، ما كنطلب لا
لا لا حتى شي حاجه، كنطلب غير تعاونوني على هاد المرض اللي اذاني. محمد اخوتي والله ان شاء الله يكون خير اخويا. الحمد لله يكون خير. الحمد لله على هذا المرض، هذا ابتلاء ديال الله، كنقول الحمد لله وراضي به وقابلو. انتم كنطلب من الناس يتعاونوا معايا لله في سبيل الله. هذا اليوم دنيا وغدا اخره. هذا واخا محمد، هذا الدبلوم ديال ولده اللي ما خدامش، خدا ديبلوم وما خدامش، ما لقاش خدمه. هادو الادويه اللي كياخذوهم ليه غير الناس، والوقت اللي كيتقاداو ليه الادويه، الوقت اللي كيتقاداو ليه هاد الادويه هادو، كيبدا الجسم ديالو كينحر فيه. هانتوما كتشوف، واش هادي حاله مواطن؟ واش هادي حاله مواطن مستافد شي حاجه من الدوله؟ اقسم بالله ما بغيتش نقولها، وغادي نتعمد نقولها واستحييت منه. كاينه واحد الرائحه اللي ربما اقل حاجه البوماده، شي حاجه اللي تغطي هاد الريحه اللي فيه. عيب عيب ان مسؤول فين ما بغى يكون يقول انه راه مسؤول على هذا الشعب. الشعب كيموت، هاد السيد كيموت. اخر رساله خويا محمد، شنو تبغي توصل؟ هانتوما غادي نعاود نقول لكم، هاد السيد هانتوما شوف شوف هنا، الله يعطيك السر، رجليه واخا مدوده، اين رجلي مدوده؟ هادي الى عريتها لكم الزوجه ديالو كتقول لكم انها مدوده. وريهم اخويا، هانتوما هادي اللي غتقطع لي دابا مدوده. علاش مدوده؟ لانه ما كيلقاش الدواء. هادي راه ديجا مقطعه لي، هانتوما كتشوفوا فيها عباد الله، هايا الصباع كلهم غيتقطعوا كلهم جوج. هانتوما هادو ثلاثه، هانتوما اخوتي راه ما راهش. واه عيب والله تا عيب شي مسؤول يقول لك انه مسؤول على هذا الشعب. والله تا عيب شي مسؤول يستحي اللي كيدافعوا على المهرجانات بالفلوس، واللي كده حنا ما سوقناش، ولكن راه الشعب كيموت. شنو غيدير هذا الشعب؟ واش هاد السيد كيقول لكم الدوايه ما كلاش؟ اش كيطرى ليه؟ اللهم إن هذا منكر. إذا كان شي مسؤول شريف يتواصل معاه يتكلفوا بهذا السيد، لأن هذا السيد خاصو يتحقق في أقرب وقت، وإلا غدا بعد غدا غنوصل للمرض الثاني ويقول قطعوا ليه راسه. تفضل كمل. تيقول لك أنا غنصحى ما حتى واحد. شكون هو؟ تيقول لك غنصحى ما كنتي كنتي كتفكر أخويا محمد؟ تيقول لك أنا غنشرب قهوة ديال السم وغنصحى. فاش كنتي كتفكر؟ قاس وليتي كنطلع الموت ارتاح. أخ من الدنيا وما فيها خو سبحان الله. اللهم الله يقبض الروح والانسان يموت ويرتاح. الموت كاينه كاينه، غادي يموت غادي يموت، لما مات اليوم غيموت غدا. وكنقول استغفر الله العظيم، وكنطلب في الله يسمح لي على هاد الكلمه اللي كنقول، كنطلب الله عليها يسمح لي. يكون خير. حيت انا وليت باغي نموت، ما بقيتش حامل عيش. بحال اللي ما تيتش راضي، ولكن راضي بحكم الله، ولكن ما راضيش بالعيشه. ولا عيش. والمساله اللي شار ليها راه خطيره، ديال انه كيدفع باركينغ وكيعطيو لواحد اخر، اللي راه ما تقبلش، راه ما تقبلهاش كمواطن. هاد السيد ما يمكنش ما يكونش عنده شي مبادره. كيقول لك جمعيات ما كاينش اللي وقف معاه، كيقول لك انه دفع المبادره باش يدير باركينغ حيدوه ليه. بالعكس هاد السيد نتوما اللي خاصكم تقلبوا عليه، ماشي حنا، هذا ماشي الدور ديال الدور ديالكم نتوما. المستشفى اخر كلمه غادي غنقولو، غنتحمل مسؤوليتي. المستشفى الزوجه ديالو كتقول ان الا ما عطاتش الفلوس والتدوير للسمسار اللي كاين في المستشفى ما كيدخلوش وما كيوريهوش الطبيب. الا ما عطاش الفلوس والمسؤول والكلام راه كتقولو الزوجه ديالو. هادشي غتقولو انت اخويا محمد، واش كاين ولا ما كاينش؟ بين الصراحه كاين. وهادو راه عمليه درتهم بالرشوه. درتي العمليه بالرشوه؟ بالرشوه ديالهم. اه على العائله هادي، هاد الاخر هادي الاولى دايره بالرشوه، الثانيه بالرشوه. هادي اللي دير هاد الدار معاهم شهر وانا نمشي ونجي، شهر ديال الايام وانا نمشي ونجي. اللهم ينهض منك. وانا كنمشي في الطاكسيات ونجي، وفي الاخر حيدوا لي الصباع وخلوا لي القدم. هما في السبيطار خلوا لي القدم مريض، والصباح غير هادو اللي داو وهاد القدم مالو. خويا شوف، علاش خلوه هاد القدم؟ علاش خلوه؟ اخر كلمه. وانا بقيت ندار مع المدير، ندار مع الطبيب، ندار مع المسؤول الاخر لي بيرسونيل. علاش؟ بعلم قدم. هذا نداء للمسؤولين الشرفاء. الطبيب حتى هو، الطبيب حتى هو طارت معاهم ووريهم لك الطبيب. شوف شوف، هذا نداء للمسؤول الشرفاء. إلا كاين شي مسؤول شريف وقف مع هذا السيد، نداء للمحسنين. صافي أخويا قطع الفيديو، أنا بقى عندي ما نقول.